طيب صحينا كده من النوم لقينا ان الشاروخان هنا اتجوز 4 ستات في نفس اليوم، وقال لك يا معلم والله ان انا كمان ما دفعتش في كل جوازه اكتر من 1000 جنيه بس، يعني ما فيش دهب، ما فيش نيش، ما فيش اي حاجه من الكلام ده كله، ما فيش شقه تمليك حتى، لا والله معلم انا ايه، انا ظبطت الدنيا كلها كده وخلصت الليله في كام، فما فيش 5 6000 جنيه والموضوع خلص. في نفس اللحظه على طول، في نفس تو اللحظه، طلعت فيديوهات تانية ليه بتنفي ان هو اتجوز اصلا، وحتى اهله قال والله احنا ما نعرفش اصلا بموضوع الجواز ده، شكله هو بيتجوز من نفسه ولا بيعمل مع نفسه، حتى ما حدش اتقدم معاه ولا اي حاجه. فاللي هو ايه، طلع في الفيديو بعدها على طول وقال لك لا والله انا ما اتجوزتش ولا حاجه، ده بس كنت ايه يعني، كنت بعمل فيديو كده بضحك مع الناس وبتاع، فاهم؟ لا معلش يعني، معلش الدنيا عدت يعني. طيب مين هو الشاروخان اصلا ده، او مين هو الشاروخان هنا؟ بص في البدايه كده كان في واحد لو تفتكر من مده اسمه خلينا بس افتكر الاسم بتاع اسمه بهاء العمده. بهاء العمده ده قال لك يا معلم انا هطلع بالحمار بتاعي من اول اسوان لحد ايه، لحد القاهره او لحد الجيزه. قال لك والله همشي على الحمار بتاعه، فنكمل في الموضوع بتاعه، ومشي من اسوان لحد الجيزه على حد كلامه بالحمار بتاعه. كان بقى في كل بيت يقف عند ناس، والناس دول يضيفوه يعزموه مش عارف ايه، واكل بط وبز وحمار، الموضوع خلص يعني، مش ملناش دعوه بهاء دلوقتي. طيب جه بقى الشاروخان ده واحد من العيله عادي خالص، قال لك بهاء العمده مشي على الحمار، طب انا هعملها على رجلي، انا همشي مشي، همشي مشي ولا على حمار ولا انا ماشي يا يا معلم من اسوان لحد الجيزه. الناس كلها طبعا فضلت مستنيه، طب هاي العمده قلبنا عليه الدنيا، انت فاهم؟ هو مش عامل حاجه، مش فاهم ايه الفكره ان احنا نقلب على حد زي بهاء العمده ده الدنيا عشان حد يمشي من اول اسوان لحد الجيزه على الحمار بتاعه، ايه الفكره؟ المهم ما علينا، مش موضوعنا. عمك شرخان ده قال لك ايه؟ قال لك لا والله انا هاخدها مشي بقى يا معلم. طبعا وسائل الاعلام كلها مستنيه، وعشان الترند وعشان الناس بتتابع الحاجات دي، فايه، فمسلطه الضوء على عمك شرخان ده. جه عمك شرخان وقت التنفيذ ما مشيش بقى معلم، لا من اسوان لحد الجيزه ولا من اي حاجه، قال لك والله ده انا يا دوب مشيت بس 2 3 كيلو اغمى عليا ودوني المستشفى ولا مش هكمل، وخلاص الموضوع اتنسى. بس هو كان بيطلع دايما للترند تاني، وخلاص صفحته في الفتره اللي هو قال انا همشي فيها دي من اول اسوان لحد الجيزه، صفحته اتنقلت طلعت فوق خالص، والناس كلها فضلت متابعه. فبعد كده ايه، لا ما اكتفاش بقى، فكان كل شويه او كل فتره تانية يعمل لك حته فرقعه كده يعني. في مره قال لك انا متعلم الانجليش، وطلع ان هو اصلا تعليمه ابتدائي. ووقت تاني قال لك انا معايا الحزام الاسود بتاع الكاراتيه، وطلع حتى مش معاه حزام بنطلون عادي يعني، ولا حزام اسود ولا ابيض ولا اي حاجه، حزام بنطلون قماش مش معاه حد. ففضل بقى على نفس المنوال بتاعه ده لحد ما جت اللحظه دي اللي احنا موجودين فيها، وطلع بقى بموضوع ايه، موضوع ان انا والله اتجوزت 4 نسوان في يوم واحد، وكمان قبلها بيومين بالظبط مطلق زوجته الاولى او مراته الاولانيه. فاللي هو ايه، فالموضوع كان ترند شويه، والناس خدت بالها من الموضوع. بعيدا عن ان ايه وضعه دلوقتي، او ايه دنيته، او دلوقتي هيتم محاكمته عشان الاخبار الكاذبه اللي بينشرها، او مش عارف ايه، او عشان بيعمل اي حاجه عشان الترند، انا مش متضايق من الكلام ده كله، بس انا متضايق من الصحف، ومتضايق من بعض الصحفيين يعني، واللي منهم اصلا يعني ناس انا عارفها شخصيا. انتوا متضايقين من ايه؟ متضايقين ويقول لك لابد ان يحاكم بتهمه الترند، ولا تهمه انه يشيع اخبار بقى ايه كاذبه بقى يا معلم. يا عم كاذبه مين يابا؟ كاذبه مين يابا؟ انتوا اللي بتطلعوا الناس دي، اقسم بالله انتوا اللي بتطلعوا الناس دي. يعني مثلا صحيفه زي اليوم السابع على صفحتهم على الفيسبوك عليها 3 مليون متابع. انا كمحمود كنت هعرف منين ان في ست ايطاليه جايه بتاكل بط ووز وبح ومش عارف ايه، وكل يومين ثلاثه نخلص من الموضوع، يجيبوا لنا الست وهي بتاكل بط. يا جدعان ايه الفكره ان في واحده ايطاليه جايه هنا بتاكل بط وبح وحمام؟ ما تاكل لا تاكله، تخلوا ليه مثلا واحده زي دي كده تطلع وتبقى متشافه، تبقى ترند كمان. واحد مثلا تاني زي بوجي اللي هو اللي كان وشه ده مش عارف وشه والله ملخبط ولا شبه بوجي، فالناس مش قابلاه بشكله، والجواز ومش الجواز، ايه اللي حصل بعد ما انتوا طلعتوه وطلعتوه ترند وخليتوا الناس تعاطفت معاه؟ صفحه عمك بوجي ده عمل صفحه طلعت بقى في السماء، وكل يوم يطلع الصفحه يقول لك انا عايز، انا كل ايه، عظيم الشرف، عظيم الشرف ان اقابل الفنان الفلاني، فلان فلان على طول يطلع فيديو يا بوجي حبيبي هجي لك، حبيبي حبيبي قلب، حبيبي قلب، حبيبي ابوك حبيبي، ويجي بقى الحب يقطع بعض يا بوجي. تعمل ايه بقى؟ نعمل فيديو مع الاستاذ بوجي والفنان بتاعه، ان كان في عمر بقى كمال، وكان في متهيألي مين اللي هو سليم الانصاري ده اسمه ايه؟ اللي كان ممثل في الاختيار الجزء الاول مش فاكر اسمه. المهم كان فنان كده لمهم حواليه وعملوا مع بعض ايه فيديوهات، الصفحه بتاعته عالية وبقى بيكسب منها والدنيا زي الفل والاعلانات شغاله. ايه يا جدعان؟ ايه يا جدعان؟ يعني انتوا اللي بتقولوا ان الناس دي بتنشر بقى اخبار بقى كاذبه وبتعمل كل حاجه عشان الترند، وانتوا اصلا بتطلعهم ترند. الناس دي بتعمل ايه عشان تطلع؟ الناس دي بتعمل ايه عشان فعلا توصل للمستوى اللي هي واصله ليه دلوقتي؟ الحاجات دي اللي احنا محتاجين نناقشها. فبالله عليكم يا شويه صحفيين ويا شويه صحف، قلبكوا شويه على الجدع بتاع الشاروخان. انا مش بدافع عنه، هو ده عادي، واحد يعني بيتعامل مع مقاييس السوشيال ميديا دلوقتي،
وعايز يبقى ترند وعايز يكسب وعايز الصفحه بتاعته يعني الموضوع هو يعني. بس انتوا بتعملوا نفس الموضوع، فيعني ايه يعني ما نجلدش في الجدع، ها الدنيا كلها ماشيه كده يعني. ما تنساش تعمل لايك ومتابعه، والسلام عليكم.